مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج نصي الثاني. بنعيد نفس النغاشه، ركزوا معي. شايفينهم معروفين ما شاء الله، نجوم الشاشه بقى وكذا السوشيال ميديا. الله يسعدك بعدك يا عمي. ايوه هاي احلى جمله كنت بستنى. اذا ما حكيتيها كنت عمكم سمعتوا على واحدة عندها حماتين هيك ست شذا. والله شذا حبيبتي. الحمد لله، بس متفاهمة مع التنتين. وصار عندكم توينز شذا ورامي، اهلا وسهلا فيكم. مش توينز، مش توينز هم. لا مش نجوم ونجوم مش عارفة عنا شيء. اقول عندكم ولدين. الحمد لله. ولد ابن الحمد لله. ولد ابن. انا كثير متابعة. انتوا نجوم. هلا عرفت نجوم سريع. اهلا وسهلا فيكم. رامي ومين؟ رامي وشذا حبايبي، اهلا وسهلا. عندنا دكاترة هون. دكاترة ايش؟ اسنان. فرجوني شو؟ اسنان. شو رضاكم عن اسناننا؟ 100%. عندنا الدكتورة حنين والدكتور كمال. اهلا وسهلا بكم. اهلا فيكي. احنا متشرفين بوجودكم. احنا اكثر. وانت عندك ما شاء الله كمان رقم لا يستهان به على انستغرام، صح؟ الحمد لله، لا يذكر امامكم. لا ما شاء الله عليكم. وانا عندي كمان. ايه؟ 30. انا سمعت انه مدام بتغار مني ولا انا غلطانه؟ هي لسه ما شافت التكسس. هذه بيني وبينك قلنا. نفستك اياها بالتكسس. لا لا صح. انا نفست لك التكسس. عاد انا موجود. شغلي بتعرفني. صح؟ طبعا. يعني انت كاشفه كل السوالف. على الاخر. ما هو كل ما يورجيني الستوريات تبعتك بقول له تعال عندي انا اللي كشفها. وانا بقول للناس كريمات. التكسس خابط بالشاشه. انا بقول لهم نظام غذائي. التخسيس والتحديد. الخميره مريره. خميره بحط خميره. انتوا بتعملوا صيام متقطع؟ طب نحفانين؟ لا. طب مبسوطين بالجيزه؟ لا. طيب واضح بخير ملامح الحلقه. اوكي، اول فقره انتوا متعودين عليها، انتوا خلينا نشرح الدكاتره هون. توافق الازواج، بنشوف قد ايه انتوا بتعرفوا عن بعض وقد ايش انتوا متوافقين. ماشي، حفظتي بالسياره وانت جاي؟ بالضبط. برافو عليكم. ننتقل يلا. بدنا نطلب من الشباب الحلوين الدكتور كمال والأستاذ رامي إنهم يتفضلوا على الكراسي ويحطوا السماعات على أساس إحنا نبلش بالبرنامج. ولا كيف؟ ليش بلمت لي يا رامي؟ أنا فكرت الكراسي اللي هناك طلعت اللي هم هدول هدول هذول بسيطة. هاي لبسة جديدة رامي؟ امبارح اشتريتها. امبارح اشتريتها. طب ليه ما اشتريت للمدام؟ عشان لازم تفصيل. انت تنكشف. حسبي الله. حسبي الله سبع التحاسيب. اسئلة حساسة ست شذا دكتورة حنين، بدكم تركزوا، بدنا نجمع نقاط ونفوز. حاضر. ماشي؟ جاهزين يا حلوين؟ طيب. سؤال أول بيقول رامي قلبه بوسع كم ست؟ واحدة ولا لسه في مجال؟ لا واحدة. هذا القلب. العقل. حلو. بس ما في داعي نكمل. خلص. واحدة بس واحدة. هون. لا حبيبي قلبه كثير الله يرضى عليك. بحب الجميع. يعني في مجال لغيرك؟ مجالات. احلفي دكتورة. طب هو اسمه. لف يا حرام قلبنا. حس. حس. طب وعمرك لقطتي اشي ملموس؟ لا صراحة. بس يعني ناوي. بس هو محضرني. محضرني شخصيا. وانا محضرني نفسيا. في مرحلة البحث. لسه ما لقت. لسه ما لقت. طب السؤال الثاني، لما تدخل بنت حلوة على محل انتوا طالعين تتعشوا، ينظر نظرة واحدة فقط ولا ممكن يلف راسه؟ بلف راسه. يقطع عمره ان شاء الله. تتذكريش يقصف رقبته ان شاء الله وهو بتطلع ابو راس هيك. ابو راس. والله هيك بلف وبراقب. مو والله. سهل. طب وانت شو تكون ردت فعلك؟ بغضب عليه. ايوه اغضب عليه. دكتوره حنين. انا زوجي شوي ملتزم فبقول لك الله محلل لنا نظره واحده. بطول طويل. نظره واحده. نظره واحده تكفي. طيب سؤال يعني افتراضي، لو خيروك لا سمح الله الله يطول اعمارهم يقولوا لك جوزك يتوفاه الله ولا يتجوز عليكي؟ يتوفاه الله طبعا. الله يرحمه طبعا. الله لا حمك لا تشلمي. هاي مش حساسه الاسئله. انا شايفكم جاوبتوا بدون تفكير يعني مرين فيها من قبل. طيب خلي الشباب يرجعوا لي. يلا يما 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 يما. طب ليه الموسيقى مش شغاله؟ رح انهار. مو شغاله؟
انت سامع كل شيء معناته؟ لا لا بتخوت لا بتخوت والله هذا دكتور كمال. ما انا دكتور كمال. طيب اسئله سالناهم لزوجاتكم هم جاوبوهم بكل صراحه، وبتمنى انه تكون الصراحه عندكم ايضا موجوده. السؤال الاول بيقول قلبك بوسع كم ست؟ واحدة ولا في مجال؟ انا واحدة. اخ راح ناكل قتلك. انا واحدة. كذاب. ربنا حكي سلام. في اربعة. مينيمم شو؟ عندك البطينين والاذنين يعني. في بطينين ليش تركهم فاضيين؟ واحدة. انا واحدة. والله هيك جاوبت. يا الله مخلص. بس انا قلت بس دكتور موقفك حرج جدا واحدة جدا جدا بصراحه لو سمحت دكتور بصراحه عشان تاخذوا النقطه هلا انسان المثاليات على الهواء قلبك استفتي قلبك بس قلبك بوسع واحدة اللي هي الدكتوره حنين القمر ولا في مجال شو بصراحه عادي في مجال في مجال هذا طلاق مش نص التفكير في مجال لا يعني سلام بس على الحوار في مجال بس انا يعني ممكن انا ارفض هذا المجال اقاوم فيه بس في مجال بس في موجود طيب لما تدخل بنت حلوه على محل بتطلع نظره واحده ولا ممكن تلف راسك وتطلع كمان صراحه انا بتطلع بكلب تمسكك تعطيك سحسوح لا يعني القرصه يعني طلع الكليه ايوه بتقول لي بلف راسه والله مره كنا مش عارفه سهرانين قام بشوفه قاعد ماشل وماسك ايد واحده وبدبك بس اجت ايدك هاي بقطعها وبس خلصت قال لي ايش فيه اني انا مش فاهم اعمل حاله بريء دكتور دخلت صبية حلوة على المحل نظرة واحدة أم حلوة؟ لا بطلع بلف وبتلف قالت لي جوزي ملتزم هي نظرة واحدة بس بتطول يعني هي نظرة ممكن يعني ممكن حسب الوضع صراحة وين غض البصر وين غض البصر هي النظرة الشرعية شرعية نظرة واحدة بس نسميها بحلقة 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 سألناهم كمان سؤال افتراضي بتفضلي لا سمح الله الله يطول اعماركم انه جوزك يتوفاه الله ولا يتجوز عليكي شو بتتخيل انها جاوبت يتوفاه الله يتوفاه الله يرحمه الله يرحمكم بدنا نطلب من الصبايا يتفضل دكتورة حنين وشتشود الحلو يلا وانتوا قربوا عندي لو سمحتوا باين صيام متقطع شو هيدا يا عايدة شو هل بينه بعرف ولا بينه طيب ركزوا كثير منيح دكتور ورامي لما حماتها اي وحده من حمواتها اختار تطلب منها طلب بتقول حاضر ولا ماشي ولا بتهز براسها بتحكي حاضر بتقول حاضر والله هالستات هدول شيء مرتب طيب مرتك احلى بمكياج ولا بدونه بدون احلى انا بحبها بدون مكياج انا بدون لا هذول حلوات بحبش المكياج على قصه المكياج دائما دائما امبارح يعني لما حكت لي بدي اروح اعمل ميك اب نفسيا ما حكيت لها لا بس ما حبيت ما حبيت من غير بتحبها مكياج. بدون مي. يا الله طب حلو ممتاز طيب سافرت ورجعت لقيتها عامله تجميل بدون علمك بتعاتبها وبتزعل ولا بتمشيها انا عادي عادي نفس الشيء شفت مثلا يعني طلع اذا كان اوفر راح ازعل بس هي يعني مش ضروري تاخذ اذنك اذا بدها تعمل شيء بوجهها لانه الي في النهايه راح تعمل ايوه برافو عليك برافو عليك نادوا لي هالصبايا يلا يلا تعالوا تعالن قومن قومن يلا خلصت نغير الاماكن ولا خلص غير الاماكن يلا يلا تعال اهلا وسهلا يا حلوين اهلا اشتقنا لكم والله احنا كمان شذا يا حلوة لما حماتك تطلب منك طلب اختاري أي واحدة فيهم أنت بتقولي حاضر ولا ماشي ولا بتهز براسك ما شفتهمش طلبوا مني قبل لنفرض لنفرض لأنه عملك زوجة مثالية فركزي وجلسي حاضر دكتورة حنين ماشي خير الأمور الوسط والله ما أنت داري يا دكتور عن الطالب كله قال لي حاضر لا قلت له أكيد قال لي أكيد ماشي بتقولي ماشي.
يا ماما قواه والله الدكتوره حنين حبيتها هلا في حكي بعد في سؤالات ما تكلمك في مجال كمان بعد لك اياها لسه بدي اقول وحياة ولا لا بعدين في مجال ما 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 تناقشني بحب وجهك بميك اب ولا بدون ميك اب بدون ميك اب صح تتهاوش على موضوع الميك اب ليه ما بحبك تحطي ميك اب بغار علي بغار والله مش عشان انه يعني بغار غيرة بس بدوش يعني عن جد غيرة رامي؟ يعني ايه كيوت انا عارفة مش فاهمة يعني يا بغار مني وهذا الأقرب إلى الجواب الصحيح بغار ممتاز دكتورة بحب ميك اب خفيف يعني بفضل اذا بقول ميك اب ولا بدون ميك اب ميك اب خفيف ميك اب خفيف جاوبي بدون ولا مع بدون بدون برافو عليك صح طيب خربت الدنيا بدون ولا مع حسيت يضربني انا خايف يرمي اليمين بتعرف اني عارف اني شايفاني لا في وجهي هيك لا بس في زعل في زعل والله في زعل قوي كلمة حاضرة هاي انت قلبك في مجال يوسع غيرها اسكت يا دكتور بالله عليك هذا شيء انت لا تمسكي يدور دمك عليك حبيبي انا عارفه سواليفكم مالك انت بتعرفيش الباطن انت بس لك حظ داخلي سميني سميني في حب في حب وغرام طيب سافر ورجع لقيكي عامله تجميل بدون ما تقولي له بزعل بنبسط صح هو بده هيك ونحت وكوكاكولا وهذا كلهم نفس يعني ليش مش بيبسي مثلا يعني بكون مش كوكاكولا مش فاهم الموضوع هو بتلاقي مادة كرش بعيد من هون وبقول لك بدي بالدار اليسا كيف طيب لا احنا هيفا لو سمحت انت هيفا احنا هيفا انتوا جماعه هيفا والله بس تطلع هيفا على التلفزيون شو بيعمل الدكتور ولا شيء بضلنا نطلع بس نظره شرعيه لا في جديد غير حد خلص ماشي فجدعي نذكر الاسماء فجدعي دكتور سافر رجع لقاك عامله تجميل هو مش بدون ما يسافر ما هذا شغلي بدخل علي على العيادة بلاقيني بغزغز بحالي ايوه خلص الامور تمام لحكي شغله كثير لطيفه خلينا كمان نطري بينهم عشان نكمل الحلقه طري عشان اللي ما هيش كله بتعمله لمين مش الي يا سلام والله هيك هذا شفتوا كيف ظبط شوي الامور لانه بدنا نكمل مع الناس كل ثاني نجيب طيب اعطوني نتائج شدى ورامي 6-6 من امتى والله بندار انتوا جديد صارين متفاهمين مش فاهمه دارسين الدكاتره 5 مش مشكله هلا بتعودوها بخاطر لك 5 ماما جوا الصوره النمطيه يلا مشاهدينا الكرام ضمن فقرة الصورة النمطية في صورة نمطية انه الستات ما بيعرفوا يحسبوا احنا بدنا نثبت انه شو العكس ان قدها وقدود شو هيك قالوا لي فانا بدي اعطيكم مجموعة من المصاريف تحسبوهم بس رح تكون سريعة اوكي حلو تعطوني اقرب اجابة الى الاجابة الصحيحة جوزك اعطاكي مصروف البيت وقدره 150 دينار اوكي طلعتي على السوق واشتريتي التالي باكيت شاي بثلاث دنانير رز بخمسة ونص أوكي. زيت قلي بدينارين وستين سكر بأربعة وثلاثين يعني مش أربعة وثلاثين 4.30 معجون أسنان بدينار وثمانين قرش معلبات قيمتها 7 دنانير و10 قروش لبنة 60 قرش 3 علب زبدة كل علبة دينار و20 5 باكيتات شيبس بدينارين صابون سائل للإيدين علبتين كل علبة بليرة مسحوق غسيل 4 دنانير و75 كاتشب دينار ونص علبة مربى مشمش على العرض عاملين عليها ب 99 قرش 5 علب كوكاكولا كوكاكولا مش بيبسي كتري منه 5 كوكاكولا هو 4 المسموح فيه 4 كولا في كفي واحدة للجيران واحدة للجيران أصحابك طيب 5 كل علبة ب 35 أوكي محارب للمطبخ بدينارين و 99 كل علبة كولا كولا ب 35 محارب مطبخ بدينارين و 99 قرش محارم سفرة بدينار و80
هفت على نفسك شوكولاتة، اشتريتي 6 حبات شوكولاتة، تلعب 3 دنانير و15 قرش، قديش الناتج وقديش ضل من المصروف؟ يلا اشوف. ها بدنا وقت؟ دقيقة معكم حبايبي، يلا احسب اشوف. وين ضيفنا شوكولاتة رمروم؟ انت من اهل الدار صح؟ توديز شوكولات بتشهي هاي. والله هي زاكية صح؟ بقول لك مش سهلة. لا 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 هاي المدرجة اسمها خيال خيال هاي مثلا تجمحشية صح؟ شيء بندق وفي استوديو خليها بحالها. أنا باخذها عشان تعرف وين فلوسك بتروح. 42 انا خليها في حضني هاي. طبعا انا خلصت الحساب من زمان. تمزح مش رد عليك. 44 45 46 47 48 49 50 50 30 قرش. طيب بدون سكر هاي على فكرة عشان تكون الصورة. طيب دقيقة شوي خلينا نشوف المجموع والباقي. شو يا شدا؟ يعني خلينا نقول 120 آه. الباقي 30. أنا 100 آه إنك صرفت 120 وضل 30 هون صرفت 50 ضل 100 بلس ماينس. برافو كثير مبعدة دكتورة. دكتورة مش فاشونيستا. أنا من خمس دقايق بحكي لها 49 وكسور مش راد علي. لا بس والله شاطرة 49 وكسور هي. ها 49 وكسور ولا أنا شو طلعت معي 50 و30 قرش. لا 49 و43 قرش. هذا بالماث بعجبك. والله برافو عليك. بالماث فظيع. مش هو وضع المدام. بتاخذ فلوس أصلا اشتريت أغراض ب 20 دينار هم سعرهم. لا 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 بس في ظلم. ليش؟ أنا هلا مولودة في قطر أوكي؟ متعودة طول حياتي على الريالات. يا سلام. مش فاهمة الدنانير. احسبيهم بالريالات. احسبيهم بالريالات. طيب أقعد أحسب كل دينار 5 ريال وما بعرف شو. لا احسبيهم بالريالات. كأنهم ريالات. لهلا القروش هدول بعرفش اجمع يعني بعرفش هذا هيك قديش وهذا قديش. طب انت اعطيها هدول قروش والله العظيم بينه اعطيها بينه بينه ها والله ما بعرف. طيب ماشي خلاص فوزي خلص خلص فوزي. طيب قديش صفر وانتو ثلاثة. طيب بس بدنا نكمل عوضنا الحاضر الحمد لله. بس هلا بتشوفي الصورة النمطية مع الشباب رح يبقى وجهكم ماشي. اعملها مع المراعي يلا. مكملين معكم مشاهدينا الكرام بفقرة الصورة النمطية عملها مع المراعي. المراعي معطينكم مجموعة من الأشياء اللي بتشهي. عندهم لبنة، عندهم الجبنة بأنواعها الفتة والسلايسز وهاي السبريد والقشطة بتشهي، وعندكم كمان الشنينة زاكي كتير، وعندكم كمان زعتر، يعني عندكم كتير سواليف. خلال دقيقتين فقط بدكم تعملوا لي كل واحد 3 سندويشات إشي بريزنتبل مرتب زاكي ونوعه أوكي. دقيقتين بس معاكم. جاهزين؟ جاهزين. بلشنا يا حبيبي. أجل يوم أشوفك فيه بتطبخ وهو مش شوق وبتدهن. يلا أشوف. ها بلشنا بالجبنة هون الدكتور والأستاذ رامي بيشو اللبنة أوكي محلاهم. دكتور كمال حط زعتر على الجبنة حلو. يلا ولعان الأجواء ما شاء الله ما شاء الله. أجل يوم أخيراً يا حبيبتي. أجل اليوم اللي بعمل فيه سندويشات أشوفه هيك. شفتي؟ على كل الشاشات. والله شاطر. شوفي حط تعرفي إنه مش سهل. ما هذا حط لبنة دليل إني مسيطرة على فكرة. مسيطرة تمام والله مسيطرة. حط لبنة وزيتون أسود وزعتر هون الدكتور بيقص بالمخلل تمام مش غلط. وقع لنا الجبنة طالعة معك روح. أيوة خلصنا أول دقيقة يا جماعة الخير. دقيقتين هاي الجبنة مثلا ممكن غش منه غش منه شو شوف اسوى هيك بقى. والله يا رامي انك ست بيت ايه قصدي انك معدل الله عليك وانت بتقصقص
شو يا دكتور؟ ايوه رامي متحسن من البرنامج الماضي الحلقه الماضيه متدرب متدرب هلا متدرب اموره لوز مش ضايع الوقت خلصت انا طب دكتور بس سكرهم للسندويشات على اساس انه عرفت والله سكرهم خلص الوقت يلا اوكي خلينا هلا نقيم هون الدكتور كمال والأستاذ رامي شو عملوا سندويشات أوكي؟ نبدأ مع مين؟ مع رامي أبو الريم حلو عامل هون سندويش الجبنة ومقصقص إيش؟ مخلل كويسة شو رأيك دكتور؟ جيدة والله جيدة مش سهلة هاي السندويش بياخد عليها علامة ونص مش علامة ليش؟ حط ثلاث مكونات عندك اللبن وعندك الزعتر وعندك ال دكتور بلغش نفسي افهم كيف هاي بدي اخذ عليها مقص الزيت وين حتى الزيت مش موجود هاي راحت الزعتر كيف بده يمسك بالسندويش بتقولي ما ضلش وقت بدك ترش لها شويه زيت يا زلمه هات عشان تاكلوها لا مش عشان هاي انا والله الصراحه انا الصراحه مش مفطر راح افطر مش مفطر يلا خد خربنا الدنيا راح الشرشه نقطه الحلقه مش كومبتيتر انت حكي فاضي يلا حطينا زيت دكتور شوفي هون بعدين انا مش بر معطيني يعني انت شو مش بر يعني انه حلوه هاي كويسه ممتازه لا جيده جيده كويسه الجبنه هات اشوف ولو في شيبس كان حطيت لو في شيبس لو كلمه لو هاي ثلاث مكونات لبنة مع زيتون مع مخلل طلعفية هاي شو الها داعي الصغيرة هاي هاي شو اسمه اجت بالمرة شوفي لا لا هاي ولا هاي هاي شوفي الأسود ثلاث ألوان صراحة مرتب بس هون في ثلاث ألوان صح طب هاي ثلاث ألوان انت اشكر مش حط زعتر مع الزيت زيت مع زعتر هاي ثلاث ألوان طب انا عطيتك عليها نقطة هاي لا حكينا نقطة ونص طب نقطة ونص هذيك ناقص نقطتين فبتطلع بس بعطيك على هاي نقطة ونص هذيك بدك تاخذها بالسالب فخلينا ماشيين طيب رح نعطيكم ثلاثة بثلاثة الحمد لله كيفي معاكم؟ موافق نتيجة الفقرة كاملة قديش؟ احنا فزنا بنقطتين هيك الدكتورة حنين والدكتور كمال ستة من ستة ثلاثة كويسين أعطي مرتك يلا نطلع هلا مع فقرة تحرجنيش يلا مشاهدينا الكرام وصلنا هلا لفقرة تحرجنيش مساء الزفر مساء البصر بشوف في حدا لابس كعب هون فضيحة طيب الدكتور قاعد على تليفونه عشان تكون بالصورة المهم ضمن هذه الفقرة يا جماعة الخير بدي اسألكم أسئلة بتنحرجي من السؤال مو حابة تجاوبي يا بتاكلي يا بتخلي جوزك ياكل إيدر أور تختاري أوكي وأنتوا هلا فيش صيام متقطع بلشتوا تاكلوا على الوحدة اسمعوا واللي بنختاره بيمشي يعني طبعا أوكي بدي أعطيكم سيطرة بهالحلقة سيطرة اللي بتختاري بيمشي شو الأكل بس قبل قبل طبعا في عندك هون سردين مع شوية شوكولاتة عندك هون بصل حبيب. عندك هون تونة مع عصير ستروبري عندك هون مية تونة بعرف اي نو والله المرأة عدوة المرأة قبل شوي كل الرجال اعطيهم سندويشات احنا هيك ليش يا عمري ما انت ما تاكلي جاوبي او خليه انت علي ما تخليه هو ياكل انا مش قادر رح انتحر طيب سؤال اول بيقول اكثر حدا بزعجك بحياتك مع زوجك حماتك ولا امك ولا واحدة لنفرض ولا واحدة يعني مين الأكثر بتتدخل بعد حاضر فيش مجال تقعد والله عمري ما راح ينسى لي اياها ما راح انسى لك اياها ماشي وحتى حكيت ماشي يعني كيف قلت بهز راسي كنت اكلت لا يعني احنا الأقرب إلى التدخل أكثر مين بتدخل صراحة أكثر ماما بحياتكم؟ ماما بتتدخل أكثر كثير كثير هلا في المطار هلا بالمطار أورجيك بس لا ماما بتتدخل ماما بتتدخل مش في حياتنا فيها هي يعني اوردرز وهيك شغلات اما بتسترجيش يعني تسترجيش والله تصريحات نارية كلمات كبيرة بتسترجيش والله يا دكتور مين بتتدخل بحياتك أكثر حماتك الأولى ولا الثانية والله ولا حدا احلفي الأقرب يا أختي طيبين بس بتدخلوا لا والله أبدا خلص مرقينا هالحلقه عبد الله ما هذيك الحلقه وانا قعدت اراضي فيهم التنتين ذبحتينا بدي ارجع سنتين وانا اراضي سنتين بقولها لهاي لا مش قصدي عنك قصدي عن هذيك بقولها هذيك طب ماشي انا بقول كلي عشان ما تزعليهم
ايش؟ او خلي رامي ياكل. طب بدي لا غيري لي السؤال. ما في. ليش؟ ما هي عمري هي. انا امي متوفى. أه الله يرحمها. متوفي. متوفي. طيب خلينا نشوف الحماتين، اعطيني جواب الاولى ولا الثانيه؟ لا خلص باكل. حسبي الله. وانا شو اللي خلاني اتجوز في هالليله؟ شو هو هذا سماك؟ فكرت شو اللي خلاني سردين. سردين مع شوكولاته. مع شوكولاته. لا 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 لا. يختي كل البصل جاوبي جاوبي. انت بدك انا انا حاكل انت بدك تاكل. لا تتهاوش عشان امك. انا بقول البصل اهون اكل عشان امك. يلا ايوه التونه انا بقول احسن. الله يرحمها امك. الله يرحمها امين. يلا اشوف. ها بتعرفوا التونه؟ عمركم اكلتوها بالبيت؟ عمركم اكلتوها بالدار؟ يلا كيف؟ كويسه. طعم التونه يطغى على عادة اشرب عصير؟ طبعا غيري طعمت امك. طيب السؤال الثاني بيقول، السؤال الثاني بيقول استنوا شوي. اوكي، اذا اكتشفتي انه الباسورد تبع جوز تبع موبايل جوزك او تبع الفيسبوك، سوري تبع الفيسبوك باسم حبيبته القديمه، ايوه هذا اللي بدي اياه، تطلب الطلاق ولا بتخلعيه؟ لا عيدي كيف يعني بيسر الفيسبوك، يعني مثلا كان اسمها رنا. رنا ماي لاف. رنا اي مس يو. فيش اوبشن مثلا اشيل ما فيش موبايل. ايوه لا كسري موبايله بس بعدين بدك تاخدي خطوه ثانيه، يا انه بتخلعي يا بتطلب الطلاق. ها بخلعني عو على محامي اختي واقعد وباخذ نفقتي تروح علي وانا رب الاولاد وهو يقعد يصيح ويدور عشان اسم حبيبته حاططها في الابيض بخلعني عو مش بضحك قاعد انا عارف ايش رح يصير ما في الا هدول الخيارين ما في لا تغلبيني دكتوره لا ما راح اغلبك تطلب ايوه لا لا راح اكل بس ايوه زاكي زيد المناعه عشان كورونا كويس كويس بفتح الصدر شاطرة انا صح عوضت حاضر هلا يا ويلك اذا بتعيدها طيب لو حماتك كذبتك قدام الناس طلعتك كذوبه مع انك مظلومه بتردي عليها وبتعلي صوتك ولا بتترك البيت وبتروحي تحردي عند دار اهلك لا بترك البيت تحردي كم مرة عملتيها؟ ولا مرة ما عمرك حردتي؟ لا لا بتحردي بس ما بتطلعي لا ولا عمري حردت ولا عمري حردت أمي كتير ماشي أمي كده أنا ما بحرد أنا محترمة مش أمك بس أمي ما بتزعلك برضه حنان شو عقول شكله اليوم أول يوم حردة شكله اليوم أصلا سنة لو سألتيني السؤال بكرة بجاوبك شو؟ بعدين بتغير ولك البصل أرحم لك وكله عن الحموات أنت كل برنامج بيجي على الحموات وبتخليني سنتين شو جاي كمان ثلاث سنين مرضى برافو عليكي حبيبتي طيب قديش أخذوا تسعة بتسعة؟ تسعة بتسعة يا جامد أنت يلا تفضلوا هلأ الفقرة كتير لذيذة اعرف طعم التمك مع سنيورة من فقرة أعرف طعم التمك مع سنيورة الشيف خميس عم بيعمل لنا مجموعة من الوصفات الرائعة مع أسكى منتجات سنيورة إلهم 100 عام ما شاء الله منورينا ومزينين موائدنا خلينا نحضر الفيديو وبعدين نشوف الشباب إذا رح يحضروا طعم التمهم يلا اليوم حنعمل سندويشة الكوردن بلو الدجاج من سنيورة بطريقة رح تعجبكم كتير أول خطوة بدنا نعملها حمينا الطنجرة على النار حطينا فيها الزيت طبعا وبدنا نجيب كيس الكوردن بلو دجاج من سنيورة ونفتحه بهاي الطريقة ورح نقلي قطعتين هلأ رح نتركه حتى يتحمر وياخد لون حلو ونعمل سندويشتنا على راحتنا وبعد ما جهز عندي الكوردن بلو دجاج من سنيورة هلأ رح أطلعه ونبلش نجهز سندويشتنا عندي هون خبزة رح أحط فيها ماسترد خردل بعدين رح أحط خس خلل الخيار الدجاج حطه بهذا الشكل وهيك صارت سندويشتنا الكوردن بلو الدجاج من سنيورة جاهزة صحتين وهنا
حبيبي يما، يا حبيبي ما احلاك. شوف شوفوا شوفوا هذا حلم المرأة العربية، ولك نفسي احكي بقلبي كلام وهيك. انت ايوه لا بتشوف حدا ولا بتسمعني، اضل احكي اضل احكي اللي في قلبي. ولك بتعرف اني انا سرقتك، اخذت كل اللي في محفظتك اخر مره وفلستك وحفلسك، واذا بتقرب من اي إشي بس من افكاري ولا بتفكر تطلع على وحده، هاي نيعك لا اخلع، نيعك شو لا اخلع. يا بوي محلك هيك مقدم وسكت، يما خليك هيك يا حبيبي، يما حنطيلي اياه حنطيلي اياه. طلع طلع مش هيك حلم المرأة العربية، طلع كيف ساكت. شو هذا حلم المرأة؟ هذا كيف بكون شكله لما يكون في بنات حواليه؟ هيك بكون نفس المنظر يا حبيبي. الحنان يا ريت يضل هيك، يا ريت يضل هيك. طيب احنا ضمن هالفقرة بدنا تدوقوا لنا وصفات بتشهي، مش انتوا جيزانكو مع سنيورة. تفضلوا لي يا سنيورة. الله عليك يا حلوة يامي، هاتي لنا رامي نشوف إذا بعرف طعم التم. قومي أشوف، قومي 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 يا حبيبي، على مشنقتك إيميلو انحكم عليك إعدام. بس إيميلو إيميلو السماعات. يلا شو الموضوع؟ أشيل لك السماعات. أعطيني السماعات يا شتشود. يلا شوف محلاك هيك ألف بنت حلوة عدلت، وإنت طلع وإنت ولا شيء، وإنت يا حلوة يا حلوة يا حلوة. شفتي مسكر هذا ليه؟ الحمد لله. طيب لما ينادوك هلا بدك تدوقيه من هون ومن هون، تفضلي يلا. هاي سهلة سهلة. open your mouth. open your mouth. اوباما اوباما. كمان واحدة. حسبي الله حسبي الله. ابو كرش ابو بطن، شو اللي جابني على هالبرنامج كله اكل؟ بطاطا بالكتشب. وانا تغير من سنتين وانا مش مصري وانا تغير. اسمع اكمشي كمشي هيك اكمشي كمشي وطعميني كل كل. هاي خلصنا خلصنا احسبي النقطة، حسبنا النقطة هون. اعطيه هاي بس يعرف لي شو اكل. افتح لي تمك قد المغارة. كمان كمان سكالوب سكالوب. احنا في مصر قاعدين سكالوب. احكي الاسم صحيح انت هلا. ايه يعني مش معقول يعني احنا متفاهمين. جاج جاج برجر برجر. خليك على اول وحده سكالوب. شو معنى سكالوب بالاردني؟ طب اسمع ايش كمان في مكونات. ايش في جوا؟ ايش في جوا؟ فيها صدر الدجاج. مقرمش. والله سكالوب بس من جوا. واو شوفي انا مسوي فرجينا 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 فرجينا. واو بص السكالوب ازاي. شوف الجبنه. او ماي جاد انت قدام الناس. انا تخصص بس نفس الدكتور. يلا ايش بدك كمان؟ ايش ضايع؟ خلص انت جاي تتعشى. خلص عرف عرف. والله انها صح. لا ما هو حكى السندويشه ايش يعني صح اللي بحكي. كلب ساندويتش يعني. لا لا مو كلب مو كلب هي خلص معطيه 7 من 9 روح. لا ما هو حكى سكالوب. ما هو انت ما عارف المكونات الداخليه. والله عرفت كيف ما عرفش يعني المكونات الداخليه. ما انت ما سالتيش. استني سكالوب هيو مش سكالوب ولا مش سكالوب. سكالوب بنص. انا خلص انا بدي ادافع عن جوزي بدي اطلع من هالحلقه. بدك تربحينا 9 من 9. ايوه انت مش عارف تحكي المكونات. بس ايش مكونات؟ هي بندوره عادي اشيلها خس. طب هيا ارجع صفك ارجع صفك. خلاص اعطيناك يا اختي خلاص خلص رايح على الهواء. قومي يا دكتوره. تفضل. والله زاكي بس يا رب. خذ سندويشتك. طيب لا. كملها. احنا الوحيدين اللي كرستينا. تفضل انتوا طالعين. يلا ماشي صح. احنا الوحيدين كرستينا. تعال من هون هاي الحلقه بس انتوا. يلا شو عمل؟ يا ريتني ما ولا شيء. بدي اعطيك تتذوق. يلا صايم صايم. طيب دكتور ندوق ونشوف. أوكي. يلا طيب افتح تمك. الله ها مر علي هذا. استنى شوي. كاتشب بطاطا وكاتشب. برافو مر علي. دوق كمان عشان تتاكل. ايوه برافو عليك. جوعان شكله. جوعان بقول لك جوعانين. تمام نجمه. يلا هاي الاول نجمه. يلا طيب ركز يا دكتور. هلا هاي السندويشه بدك تعرف مكوناتها. شو في جواها؟ بس ما يكون فطر. لا لا ما افتح افتح تمك كمان. كبير كبير افتح كبير. ايوه ها شو كمان تاخذ.
ها خبز اوكي صحيح والله زيك دجاج خذ كمان خذ لقمه كمان قضمه قضمه وي اشتهيت انا والله وانا بيني وبينك انا بصنع عليه زي نجتس وهيك شغلات انت بتستعجل ايش يعني خذ راحتك ما بصير ياخذ علامه ما اعرفه ولا هو شرح يعني ولا هو عارف اسمعي في تشيز في خبز صح شو هذا نجتس اوكي يعني زي النجتس ما يكون جوال تشيز جوردن بلو ايوه برافو عليك تسعة خلص تسعة بدك كمان تاكل؟ حسبك حياتي بدي حدا ياخذ سندويش تاكل في برجر؟ في برجر بقولها بتشرط فازوا؟ انا فزنا هذيك هذيك انت كله ياخذ سندويشته ارجع على مكانه عجبتك عصبة العينين؟ والله عجبتك شكلها زاكي نجحوا بس مش طبيعية وهي هيك بتمطمط طيب مشاهدينا الكرام وصلنا هلا لفقرة شو بتقول؟ اسمعوني هاي الفقره كتير سهله كلمتين بكلمتين كلمتين بكلمتين انت بدك تحذريه هو بده يحذرك بدكم تحطوا السماعات كلمه عارفينها يعني تنتين كل واحد تنتين اي نو بس قصدي كلمه بالضبط اوكي ضمن شو بتقول ماشي يلا بلش مع الدكاتره يلا تفضلوا تفضل نوقفهم صح مين اللي بده يحكي ليديز فيرست ايوه ايه هو المفروض ما في مشكله انت تحط السماعه بدي أنا بدي أشتغل كلمة إيش فيه؟ يلا الكلمة الأولى سلوعة ما بصير لا بصيرش تقربي كمان أوكي يلا مسلوعة 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 ما في أي سلوعة؟ برافو عليك صعبه واضح فشلنا لابد لابد نامت لا ما تبت لا لابد لا لا بد لامت لا لا بد لابد ايوه شوف برافو عليك حسبي الله ونعم ولا حلقه بنفوز بضلك لابد بالفلخ هلا انا بفهم هلا خدي بقى خدي من الدكتور يلا دوري يلا ركز على مخارج الحروف يلا مقلع شو مقلع مدلع مقلع مقلع ايوه خاف أصد شو خاف نفس الحلقات الماضية أسفنه أوكي أسفنه أسفين أسفنه أسفنه أسفنتونا مية مية والله أنت قلال أسفنه الكلمات صعبة صعبة أوه ليش داعي حطينا من هذا طلع هو بالطبيعي بفهمش عليه بده يفهم بالله طلع الله هاتي لنا كلمات سهلة استنى استنى بشايل السماعة احطها مبغبج اي هو انا فاهمة هاي الكلمة شو هو مبغبج شو هو انت بتعطيني اشياء والله انا عمري سمعت فيها غيري يا صاحبي حرام يلا هسه قولي مش هو مش فاهم الحقيقة هي مش رح تعرف تمثلها اصلا لا بس اذا ما فهمش بدك تغيريها ما تحسبيش بخ بج مدك الراس مالك انصدمت شوي 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 فكيت من حركاتك شوي 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 يا ويس خلاص انت من حركاتك بتاعك امبخ والله لو اسمع عرفها ام بخ بخ بج اليوم اللي اخذتك فيه افهم ركز هوني اللي عمرك ما شفت وجهي ولا طلعت عليه ركز اليوم ام ام با با غ ايوه بج
مبغبج. ايش هي صعبة صراحة. والله إنك شاطر. آخ يلا. جخة. سهلة. سهلة. جا. أنا اسمعي احكي كويس عشان أعرف أعرف. اسمعي فكيك هلا. طب ما هي الكلمة هيك. خلص يلا يلا. بزعل بزعل يلا. يلا شدا. عصب. جا. خا. جاغا. قربت قربت قربت. لو تخليني على أسلوبي اللي تتدخل مني ما تحكيش. ركز أنا بفهم لك بفهم لمخك. جا. خا. جخة. برافو. جخة. 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 جخة يا زلمة. هو رح يصير الكلام يلا. بعد ما يحضر الحلقة بشوف شو حكت من وراء الكواليس. بس شوف هلا كيف بدك تحكي. هذا رجل كيف بدي أحكي. خليك تخسري أصلا. تخسري أصلا مبنية. سبعة لايك. سبعة لايك. بس عرضوها بتعرف. يلا. مسفح. مش هتعرفها. هيك هيك استنى جرب كمان. مسفح. والله شكله ما في موسيقى تأكد مع الموسيقى. نفس الدكتور علي. نفس الدكتور. فصعون. فاصوليا. فاصوليا. فصعون. برافو 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 برافو. يا رب نكون فزنا احنا. الله ما شاء الله ما شاء الله. لا كل فرحتي عرفتوا كل الكلمات. عصب عصب شفتي. لا لا من اول من اول قصدي الدلاش. وين عضلاتك صاروا وجعوني قد ما حكيتوا بدهم بلغ الحركات. بس البنات اشطر منا. البنات والله شطرات. هذا غامي انا بس غامي غامي غامي. اوكي هلا قديش اخذوه؟ ايكوال 20-20. هلا رح نروح لفقره النتيجه النهائيه. طيب وصلنا هلا الى فقره اعلان النتيجه النهائيه. بدنا نشوف مين فاز معنا، الدكتوره حنين والدكتور كمال ولا شذا ورامي. اللي بفوز معنا باي ذا واي رح يفوز او رح يحصل على جائزه بقيمه 100 دينار مقدمه من شركه اورنج، يتم ايداعها بمحفظه اورنج موني، سلم من منتجات المراعي وطيبه، كوبون من سنيورا، جائزه بقيمه 100 دينار مقدمه من دير ماجلود دكتور رمز العمري والدكتوره منى الحموري، قسيمه من كولاج عمر. هاي اذا انتم فزتوا بدكم تعطوها لرامي وشذا لانه هي عباره عن قسيمه طبيب اسنان بقيمه 200 دينار من بروكي دنتال كلينكس. طبعا حتى الخسرانين كمان رح ياخذوا معنا جوائز قيمه من شركه المراعي وطيبه. وبدنا ندوقكم كولاج جبنه ولا جوز ولا فستق؟ جبنه. جبنه؟ جبنه. انتوا من اي جماعه؟ جوز وفستق. يا كله موجود. ستي جوز كمان. جوز كمان. وكيف جبنه. طيب اللي فاز معنا اعطوني النتيجه. شذا ورامي 47 من 50. برافو. بس ثلاث علامات راحوا عليكم. والدكاتره 49 من 50. لا لا ما هو بدي اقول لك هو كم سبونسر في الحلقة. الف مبروك لكم. كم مين هم السبونسر؟ ليش؟ عددي احكي لي اياهم. فيهم احكي لي اياهم. شركة اورنج، ماكدونالدز، ايوه، سنيورا، حلوين، طيبة والمراعي، ايوه، ديرما جلو، كولاج عمر، تودايز شوكليت. احنا خسرانين صح؟ هم اخذوا 100 دينار صح؟ لا هم اخذوا القسائم اللي عدتهم انا. احنا طلعنا بالحلقة صح؟ مزبوط. السبونسر كلهم تواصلوا مع مدير اعمالنا. وكله بيرجع لنا. مش الحلقة الثانية انا اجي فيها واطلع خسرانة. انتوا روحوا واحنا بنرن لكم. واحنا بنرن. ابعثوا لنا بس ابعثوا لنا السي في، ابعثوا لنا السي في. لا ما في حدا خسران، مبسوطين فيكم كثير جد، انبسطنا كثير فيكم عن جد. شذا ورامي مبدعين جدا. دكتور حنين دكتور كمان رائعين. حلقة بتاخد العقل. تفضلوا نلتقي فيكم بالحلقة الجاي. إلى اللقاء.
Thank you.